المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق المتميز مع هذا الاندفاع الرائع مع هذه التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة يوم الكبار ومسافة 8 كيلومترات. الحاضر يا مع هذه الانطلاقة ومع هذا الاندفاع المثير ننطلق بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة وأرى أبصار من قادة المجموعة التابعة لهجن الشحانية ومتابعة سلطان بن محمد الوهيبي تليها مع المركز الثاني مع المركز الثاني أرى التسلل أرى الانطلاق المتميز أرى هني هيبة بهيبة الكبار تنطلق مع المركز الثاني والشعار هجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد من غدير ومع المركز الثالث أرى هني شقرة مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد من غدير في عملية تضميرها وتدريبها بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى القدوم من نشوة في رابع التحديات بشعار هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي الفيلسوف متابعا لانطلاقة نشوة مع المركز الرابع الأربع المراكز الأولى اللي ابتعد كلي عن بقية المشاركات ومع المركز الخامس نتابع وزن نتابع وزن مع المركز الخامس التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير متابعا لهذا الانطلاق وأرى التسلل أرى التسلل من حذاري التابع لهجن الرئاسة ومتابعة وانطلاقة راشد بن بخيت بن مقارح من يتابع انطلاقة حذاري مع المركز السادس سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم والتسلل نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع المركز السابع وأرى التحديات نتابع الانطلاق أيضا لطماعة تابعة لهجن الرئاسة ومتابعة راشد بن محمد باسم المنصوري ولكن أرى القدوم أرى التسلل من طيبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس لينيبي مضمرها ومع المركز التاسع أراهني إلي الذابة التابعة لهجن الرياسة علي بن يمي اللوهيبي من يتابع انطلاقة إلي الذابة مع المركز التاسع عاصر التحديات نتابع انطلاقة حلوة التابعة لهجن الشحانية وانطلاقة سلطان بن محمد اللوهيبي هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع الاندفاع أيضا التلقائي الحاضر حتى هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله الاندفاع المتميز العرض المثير الانطلاق أيضا بهذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام الصدارة والمقدمة مع التحدي مع هيبة اللي تسير أيضا وتنطلق بهيبة الكبار تندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية هيبة تابعة لهجن العاصفة يقدمها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير ننطلق مع المركز الثاني نتابع أبصار مع المركز الثاني التابعة لهجن الشحانية بهذا الشعار الأدعم مع
المركز الثاني وانطلاقة سلطان بن محمد الوهيبي، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بئر التحديات من شقرة التابعة لهجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة شقرة مع المركز الثالث رابع التحديات. نتابع نشوة مع المركز الرابع بالشعار الأحمر الشعار الغالي على قلوب الجميع شعار هجن الرئاسة، ينطلق مع المركز الرابع نشوة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الأخير، متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز الخامس وصلت الأسامي بدأ الزح مبكرا في هذا الشوط، أرى القدوم أيضا الانطلاق المتميز لوزن من بدأت تنطلق مع المركز الخامس وزن التابعة لهجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة وزن مع المركز الخامس سادس التحديات. نتابع طماعة وهي تطمع أيضا لانتزاع ناموس هذا الشوط بالشعار هجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع انطلاقة طماعة. ولكن أرى التحديات، أرى الإثارة القادمة من حلوة التابعة لهجن الشحانية وانطلاقة وتحديات سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين، يتابع انطلاقة حلوة وتحدياتها في هذا الشوط، بينما انطلقنا مع المركز السابع بئر التسلل من راهية التابعة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع انطلاقة راهية مع المركز السابع. ثامن التحديات القدوم والتسلل من أبصار من بدت تتسلل في هذه اللحظات بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي، من يتابع انطلاقة أبصار مع المركز الثامن. وتاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام، حذاري تنطلق مع المركز التاسع شعار هجن الرئاسة راشد بن بخيت بن ميارح، من يتابع انطلاقة حذاري مع المركز التاسع. عاشرا متابعينا الكرام، أرهني سهم تتسلل مع المركز العاشر بأول ندى وشعار هجن الشحانية القادم بكل قوة بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحدي، مع الإثارة. نتابع هيبة اللي منطلقة بهيبة هذا الشعار، تنطلق على الصدارة، تنطلق على المقدمة، شعار هجن العاصفة يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. وحمد بن راشد بن غدير متابعاً منطلقاً أيضا لهيبة وانطلاقتها المتميزة، وهي تنفرد بناموس هذا الشوط. المغادرة للوحة 2 كيلومترات بوابة المدرج غادرناها يا جماعة، وهيبة تنفرد بناموس هذا الشوط. المركز الثاني أرى حلوة بهذا الشعار الحلو الجميل شعار هجن الشحانية، تنطلق حلوة مع المركز الثاني سلطان بن محمد الوهيبي ضمرها، والقدوم أيضا من الجانب الآخر التحديات القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام. والتسلل لطماعة مع المركز الثالث شعار هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع انطلاقة طماعة. ولكن أرى الانطلاقة، أرى التحدي المثير، أرى الزحف القوي
القادم، أرى الجموع أيضا والتحديات المثيرة القادمة مع المركز الرابع. نتابع وزن، نتابع وزن مع المركز الرابع، شعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد من غدير. ولكن أرى الانطلاق أيضا، نتابع من الجانب الدوني، أرى هني راهية بدأت تتسلل، بدأت تنطلق، شعار هجن الشحانية سالب بفاران المري. من يتابع انطلاقة راهية مع المركز الخامس ولوحة الكيلو، المتر الأخير غادرناها وهيبة تنفرد يا جماعة، تنفرد بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، الأداء متميز، العرض الرائع اللي تقدمه هيبة، ولكن طماعة 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 مع المركز الثاني، طماعة بانتزاع ناموس هذا الشوط، شعار هجن الرياسة مع المركز الثاني والمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. ولكن القدوم من راهية مع المركز الثالث، شعار هجن الشحانية بدأ ينطلق في هذه اللحظات بقيادة الذهبي سالم بفاران المري. ولكن هيبة واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، التحديات الرائعة، الانطلاق المتميز، ما شاء الله تبارك الله، حلوة قادمة بكل قوة. ولكن هيبة بهيبة الكبار، بهيبة هذا الشعار، تنطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا وللمرة الخامسة لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، حلوة مع المركز الثاني من هجن الشحانية، المركز الثالث راهية من هجن الشحانية، المركز الرابع تصل في وزن من هجن العاصفة، والمركز الخامس التحديات من حذاري من هجن الرئاسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن بنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه لحظات وصول هيبة، 12 دقيقة 26 ثانية و5 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا 25 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني حلوة تاتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 28 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات وصول أيضا وتحديات راهية، 12 دقيقة 29 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للذهبي سالم بفاران المري. تهانينا للجميع والناموس.